بيانات الاختبارات السريرية تظهر أن الصين طورت لقاحاً معطلاً لكوفيد-19 يولد استجابة مناعية ويعد آمناً. التحليل المؤقت شمل المرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية. البحث تضمن بيانات حول 320 متطوعاً، 96 منهم شاركوا في المرحلة الأولى من التجارب السريرية، 224 شاركوا في المرحلة الثانية. اللقاح حفز بشكل فعال الأجسام المضادة المحايدة وأظهر تقوية للمناعة. التحليل بيّن سلامة اللقاح وخلوه من أعراض جانبية سلبية خطيرة. الأثر الجانبي السلبي الشائع في اللقاح هو الألم في موضع الحقن تتبعه حمى.